دلوقتي حضراتكم هتروحوا معانا منطقة الواحات البحرية على بعد حوالي 300 كيلو من القاهرة. هنزور هناك أكبر مدينة للدواجن في مصر، مدينة كايرو سريئة للإنتاج الدجني. المخطط لهذه المدينة هو إنتاج 60 مليون فرخ التسمين سنويا. خليكم معانا. دلوقتي احنا في طريقنا للواحات البحرية، رايحين نشوف احدث انشاءات اكبر مدينة للدواجن في مصر، احدث معمل تفريخ للكتاكيت والاكبر من نوعه في مصر، 30 حضان و30 مفقس، وبيستوعب 66 مليون بيضة مخصبة لانتاج 54 مليون كتكوت من سلالة الهابرد العالمية. ده بخلاف 14 محطة تسمين، منها 4 محطات جديدة، وطبعا كل محطة فيها 12 عنبر ساعة 375 ألف فرخة، وثلاث محطات تربية لأمهات الهابرد، وست محطات أمهات منتجة، والمحطة الواحدة سعة 60 ألف أم. ومفيش جدال إن الحلم بيكمل يوم بعد يوم في الواحات لإنتاج 60 مليون فرخ التسمين من المشروع، وده بقى قريب جدا. المشروع مساحته 27 ألف فدان بالواحات، مملوكة لشركة كايرو سريئة للدواجن، واللي ضخت لغاية النهاردة حوالي 2 مليار جنيه كاستثمارات في المشروع، من إجمالي استثمارات 3.6 مليار جنيه لاستكمال المدينة الداجنة اللي هدفها المساهمة بقوة في توفير الدواجن بسعر مناسب وعادل كأرخص بروتين حيواني للمواطن المصري. ده بخلاف مساندة كل المربين بتوفير أفضل الأعلاف الداجنة والكتاكيت الهابرد، وكمان ضبط منظومة الإنتاج الداجني في مصر. الزيارة لتفقد المدينة الداجنة في الواحات البحرية كانت بحضور السيد أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A، واللي أصر على مرافقة برنامج الجدعان لموقع المدينة في الواحات. كمان كان موجود الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية السابق، والرئيس التنفيذي لشركة كايرو 3A للدواجن، والدكتور أمير اسكندر، المدير التنفيذي لشركة كايرو 3A للدواجن. وكان في استقبالنا جدعان مشروع الواحات أكتر من 600 شاب من العمال والفنيين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين المتخصصين في الإنتاج الحيواني. حاجة تفرح بجد. تعالوا نقابل في البداية الدكتور أمير اسكندر، المدير التنفيذي لشركة كايرو 3A للدواجن، عشان نتعرف على أحدث منشآت المدينة الداجنة ومستقبل المشروع. ليه الإصرار على أن احنا نعمل هنا كيان متكامل بداية من الجدود لغاية كتكوت التسمين؟ بص، احنا طبعا عندنا مشكلة في مصر، الوبائيات اللي موجودة والأمراض. فكرة انك انت تعمل مدينة داجنة دي بتديك الإمكانية انك انت تتحكم في البايو سيكوريتي اللي هو الأمان الحيوي، الأمان الحيوي بتاع المزارع. فبالتالي بتديني يعني كل كيان جوه المشروع مستقل بذاته، مستقل بذاته، يعني في مباني إدارية، في مباني إقامة، في محطات تطهير. فبالتالي عندي كل منطقة قايمة بذاتها، بكهربتها، بإقامتها، بسكنها، بمحطات التطهير بتاعها، بطريقها، يعني حتى الطرق، بحيث أن العربيات اللي هتدخل تبقى ماشية في مسار محدد. المشروع هنا دكتور 27 ألف فدان مستقبله رايح على فين؟ المشروع ده ابتديناه في 2017، وكان يعني بدعم من الدولة أن احنا عايزين نقفل الفجوة الاستيرادية. كان في الوقت ده في 120 ألف طن احنا اللي بنستورد، فاتفقنا ان احنا نعمل المشروع على مرحلتين. مرحله اولى اللي هي 27 الف فدان ديت اللي هي تنتج 60 مليون طار، ومرحله تانية بعد ما نخلص المرحله دي هنخش ان شاء الله في موقع تاني، في قطعه تانية بنفس الفكره. يعني اكتفاء ذاتي كامل من النهارده بننتج 5% من اجمالي الانتاج في مصر كلها. بالظبط كده. ال 5% التانيين هننتجهم من موقع اخر، يعني نفس الموديل ده هيتكرر في مكان تاني. هيتكرر في مكان وده برضو ليه الموجود ده كله هيتكرر تاني؟ ان شاء الله، ويعني بدعمكم طبعا وبتوفيق ربنا طبعاً. يعني ان شاء الله هنكرره تاني. حجم الاستثمار للضخ هنا قد ايه يا دكتور؟ احنا نهايه المشروع هتوصل ل 3.6 مليار جنيه. احنا لغايه النهارده ضخين حوالي 2 مليار جنيه. 2 مليار وفرص العمل قد ايه بقى من الشباب اللي زي الورد اللي انا شايفه هنا ده؟ زي ما حضرتك شايف كده، احنا من اول يوم خدنا اتجاه في الشركه ان المشروع ده مشروع للشباب.
خلينا نقول حياتهم بالكامل في الصحراء في الواحات. في الصحراء في الواحات. انا عندي شاربين نايمين في قلب الصحراء. أيوة في الواحات عشان نستفهم بس الشغلانه عامله ازاي. 1000 واحد هنا مقيمين دلوقتي وكل واحد مقيم في القطاع بتاعه. انت حضرتك عارف ان صناعه الدواجن تحديدا كثيفه العمل وبالتالي لما بتبقى موجوده في منطقه بتنهض بالمنطقه دي كلها. طبعا لان هي بعد شويه هتلاقي الناس العاملين هنا هيبتدوا يفكروا عايزين ينقلوا اسرهم. هتلاقي بعد كده اهوت ابتدت الاسر دي محتاجه رعايه صحيه او تعليميه او انتقالات. فالمشروع المدينه الدجنه هيؤدي لنهضه للمنطقه كلها هنا، وده نتيجه برضو ان احنا في اخر المشروع ده هنوصل ل 2000 فرصه عمل تقريبا مباشره وحوالي 17000 غير مباشره. يعني ده عدد رهيب. يعني تقريبا استوعبنا كل شباب الواحات تقريباً. ده احنا كمان خدنا من الصعيد. قدرنا النهارده ان احنا نقول ان احنا نقدر نقدم للمربين حلول متكامله، يعني نقدم له العلف، نقدم له كتكوت، نقدم له خدمه فنيه، كل اللي بيحتاجه. طبعا ما هو انا كل حاجه بطلعها من مدينه دجن. انا عندي مصنع العلف بتاعي، وزائد ان شركه كايرو 3A اللي مالكها ايمن الجميل هو اصلا مستورد الخامات من بره. فاحنا مش بس نوعيه العلف نفسها، انما الخامه اللي بنصنع منها احنا اللي بنجيبها وبنقدر نحط المواصفات بتاعتها. زائد ان انا باجي بعد كده واخد معايا السلاله بتاعتي اللي انا بربيها من اول الجدود، فبالتالي لما بينزل في مصر سواء قطعان امهات او قطعان تسمين بينزل بجوده عاليه، من لان هي الدوره كلها موجوده في قلب كايرو 3A. الدكتوره منى محرز رئيس مجلس اداره شركه كايرو 3A للدواجن كانت احد الاسباب المباشره لنجاح المدينه الداجنه، لانها باختصار بدات كفكره وهي في منصبها كنائب لوزير الزراعه لشؤون الثروات الحيوانيه والداجنه والسمكيه، وفورا قدمت كل تسهيلات تخصيص الارض للمشروع لانه بجد مشروع قومي. انا عايز اعرف حضرتك كخبيره في صناعه الدواجن رايك ايه في اللي بيحصل النهارده؟ اللي انا عايز اقوله ان انا جيت المكان ده لما كان ارض طبعا صحراء طبعا، انما النهارده انا بشوف الانجاز. المشروع ده لما اتحط خطته كنا علشان عايزين ننتج 50 مليون طائر، لان ده كان النسبه اللي هتحقق لنا الاكتفاء الذاتي، وكان بنستوردها، وده طبعا عبء على الاقتصاد المصري والعملة. النهاردة مش بنتكلم في كده، زي ما حضرتك قلت احنا بقى عندنا انتاجية، سلسلة انتاج متكاملة في مشروع مميز في كل الخبرات المختلفة. انا بعتبره ده نموذج كبير جدا لأي مؤسسة تحب ان هي تدخل في مشروعات مهمة في صناعة الدواجن. فالفكرة كلها ان ازاي احقق اكتفاء ذاتي، ازاي انا كمشروع زي ده التنمية الحقيقية ومنع الارهاب يبتدي بالتنمية في الاماكن البعيدة عن الكتل السكانية. صحيح. زي ما الرئيس بيعمل مدن جديدة في اماكن جديدة، انا بعتقد ان هذا المكان هيحق له ان يكون في قرى قريبة تخدم على هذا الكم من الخدمات على العاملين في هذا المشروع. يبقى أنا نميت هنا من غير تكلفة على الدولة، بل بالعكس خلقت فرص عمل وحققت أمن غذائي مهم للبروتين الحيواني. واللي أنا عايز أقوله، عندنا الأرض الفاضية اللي في الصحراء، أنت ما تقدرش تربي في الصحراء مواشي لأن أنت عايز علف أخضر. صحيح. فدي الصحراء. عايز تستخدم ماء قليلة فأنت في الصحراء. عايز تخلق مجتمعات جديدة يبقى في الصحراء. يعني موضوع مشروعات الدواجن، وكانت الخطة برضو مش بس ان احنا نكتفي ذاتي لكن كمان نصدر، ويمكن مشروع ان احنا منشآت خالية من الانفلونزا جاهزة للتصدير، دي برضو من احدى المنشآت المهمة الخالية للتصدير، يعني ممكن اصدر منها الصبح وعلى اعلى مستوى من التكنولوجيا. يعني يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها ان العنبر الدواجن اللي فيه مئات الالوف بقدر انا اتابعه بالتليفون من خلال النت، من خلال ان انا عارفه اظبط له الميه قد ايه، الرطوبه قد ايه، الحراره قد ايه، الاكل ازاي، كل ده فتكنولوجيا متكامله بتقلل تعامل الانسان مع الطيور وبالتالي بتقلل مشاكل الامراض وخلافه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس حسين جميل، مدير قطاع معامل التفريغ بشركه كايرو 3A للدواجن، واللي بذل مجهود خرافي لتنفيذ اعمال معمل تفريخ البيض. انا عايز التفاصيل، ماذا يحدث داخل معامل التفريخ؟
المعمل مبني بلاي اوت على احدث تراث بالنسبه للمعامل التفريخ الحديثه، متقسم قسمين رئيسيين كلين وديرتي، قسمين منفصلين تماما مفيش اي اختلاط ما بين القسمين. بنبدا من استلام البيض لتخزين البيض للحضانات، عندنا بعد كده النقل، عندنا الاوتوميشن كامل للنقل. احنا تقريبا من الناس البيضه من ساعه ما بنستلمها من المزرعه بنستلمها في تروليات جاهزه مرصوصه، وفي نفس الوقت بعد 18 يوم من التحضين بننقلها عن طريق اوتوميشن بيفصل كل البيض اللي هو الغير مخصب، وبس الكتاكيت البيض اللي هو الفرتايل او المخصب هو اللي بيتم نقله، بيديني تجانس احسن. لما بنقله في المفقسات عندي الهاتش ويند والفتره ما بين اول كتكوت واخر كتكوت او البولينج تايم او الوقت اللي انا بفرز فيه الكتاكيت، بنحاول نقلله على قدر الامكان عشان يحصل تجانس لقطعنا المنتجه سواء للعميل او لمزارعنا. المعمل بالكامل مربوط على نتورك، اقدر اتحكم بالماكينات ريموتلي جوه كنترول روم، شايف كل البروسيس اللي جوه، شايف درجات الحراره، كل البارامتر والعناصر بتاعت التفريخ قدامي على سكرين، وفي نفس الوقت اقدر اشوفها على الماكينات، يعني عندي الاوبشنين جوه. طب باشمهندس حسين، انا عايز اعرف من حضرتك ايه المعاملات اللي بتتم على الكتكوت بعد الفأس عشان نضمن ان هو كتكوت نضربه في الحيطه يرد، يعني حاجه تقدر انها تستحمل الظروف الخاصه بتربيه الدواجن في مصر. المعاملات بتبدا من الفرز الجيد، بعد كده تحصين حقن او تحصين رش او تحصين، انواع التحصين كتير طبعا، برامج التحصين مختلفه. الموضوع الهاتشري فاكسينيشن دلوقتي اصبح ترند في كل الدنيا، ان انا الناس بقت تحاول تكثف التحصينات في معامل التفريخ باكبر قدر ممكن. ليه؟ لان الكنترول فيه احسن بكتير، البيئه بتاعه التحصين انضف واحسن ومن المزارع، الكنترول فيه اقدر اعمل فيه كنترول واعمل فيه كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول لكل المنتج بتاعي، اتاكد 100% ان كل كتكوت خد الجرعه بتاعته. الظروف الاوليه او الشكل الاولي كده للكتكوت الهبرد هنا في مصر عامل ازاي؟ لا احنا عندنا معطيات الحمد لله، اكيد عملنا دراسات إيجابية. وشفنا الناس اللي كانت بتستورده وتشتغل بيه. احنا عارفين كلنا ان الهبرد كسلاله او كبريد مش غريبه، هبرد بتحتفل السنه دي ب 100 سنه وفي مصر من سنين طويله، وهي موجوده من سنين، وانا شخصيا اشتغلت عليها في شركات اخرى. هبرد سلاله عريقه وطبيعه كل سلاله ليها اب اند داون، فدلوقتي لما بدا يحصل تحسين واندمج مع الابيجن أب يعني بالظبط، صح المفروض يعني اعلى مراحل الهبرد مع اللي معمول ده. اكيد طبعا. دلوقتي تعالوا نقابل المهندس عمرو سلامه مدير الاداره الهندسيه بمجموعه كايروس رئيل الدواجن، واللي هيكلمنا عن منشآت المشروع والأمان الحيوي والمعدات الحديثة اللي بتدور محطات التسمين والأمهات والمعمل بالمشروع. باشمهندس عمرو، وانت معانا في عنابر الأمهات، كنت بتفرجنا على عنابر وتجهيزاتها، أنا لاحظت إن احنا اعتمدنا على أحدث تكنولوجيات في العالم، بنحاول نقلل تدخل العامل البشري. بالظبط. ده مظبوط؟ بالظبط. انا عندي جوه العنبر مش مجرد فراخ موجوده، انا عندي حساسات، عندي حساس حراره، عندي حساس رطوبه، عندي حساس ثاني اكسيد كربون، عندي حساس امونيا، كل الحساسات ديت بتطلع نتائج، النتائج اللي بتطلع دي هي اللي بتبدا تتحكم، هل افتح المراوح، ادخل اكسجين زياده، اطلع ثاني اكسيد كربون موجود، ازود سرعه الهواء عشان ادي شيلنج افكت على جسم الفرخه فدرجه الحراره تنزل، ابدا درجه الحراره تسقع فابدا ادخل تسخين عشان تبدا الفرخه تدفى. كل العوامل دي كلها انا بعمل تحكم فيها بكنترول عشان في الاخر ما يبقاش في اي حد عنده راي غلط، الراي الغلط ده في الاخر هو اللي يتسبب عندي ان يبقى في مردود على الفرخه، ان ممكن في الاخر يجي لها مرض بسبب ان انا ما عرفتش اتحكم فيها بشكل مناسب. يعني حضرتك مشيتنا حوالي 22 كيلو عشان تودينا المزارع الامهات. بالظبط. ليه العمق ده؟ ليه اخترت ان هي اللي تبقى بعيده قوي والتسمين محطاته اللي تبقى قريبه؟ مزارع الطريق، انا بتكلم على طريق طبعا الواحات. بالظبط. مزارع الامهات نفسها هي في حد ذاتها مزارع فيها حساسيه عاليه، تمام، والكتكوت بتاعها كتكوت غالي، مش غالي في ثمنه، هو غالي في تاثيره، لان الكتكوت لو حصل له حاجه فبقت الفرخه حصل لها حاجه، فبقى المعدل بتاع الستاندر البيض اللي هيجي من الفرخه دي هيقل بسبب ان هي بقى عندها مرض، فكان لازم نحط مزارع الامهات اللي هي التربيه على اول الارض فوق علشان احنا واعينا فيها اتجاه الرياح، عشان هي بتبقى داخله كتكوت عم يوم، نبدا بعدها يدخل تحتها مزارع الانتاج اللي هي كتكوت اللي هي فرخه كبيره، انا بتعامل مع الكتكوت على انه طفل.
الطفل لازم اوعيه واوفر له كل العوامل المناخيه اللي هو محتاجها، لان هو لا قادر يطلب، وانا المفروض كل يوم في عمر الكتكوت بيساوي سنين من عمر البني ادم. باشمهندس عمرو، الامان الحيوي احد اضلاع هذه المنظومه، صح كده؟ بالظبط. طبقناه ازاي هنا؟ بسبب طبيعه الارض الطبوغرافيه انا عندي فيها جبال وفيها هضاب، فبالتالي ابتديت استغل الجبال والهضاب ديت ان انا افصل ما بين كل قطاع من الثلاث قطاعات اللي عندي، قطاع التسمين، قطاع الامهات، قطاع المعمل، وبالتالي حميتهم بحمايه بالطبيعه اللي موجوده، حمايه ربانيه. مش بس استكفينا بكده، احنا عملنا كل المعاملات بتاعه الامن الحيوي اللي يمنع وصول اي حد لاي مكان، تمام، من غير ما يبقى معدي على البروتوكول اللي متصمم من خلال مدير المكتب الفني عندنا. البروتوكول اول حاجه ان لازم اخد شاور بمواد كيميكال معينه ما تاذيش البني ادم، ولكن في الاخر هي تامني ان هو ما عندهوش اي شيء ممكن يضر الفرخه اللي احنا اصلا اوريدي الصناعه دي قايمه عليها. بعد ما بيعمل كده بيتعمل له عمليه عزل كامل لمده يوم او يومين حسب نوع القطاع اللي داخله. فزي ما احنا مثلا شفنا النهارده في الطول اللي عملناها، احنا مشينا دخلنا على محطات تطهير، محطات التطهير دي متكونه من كذا ستاره، احنا بنسميها ستاره ميه، ستاره فورمالين، ستاره ثالثه، وبعد الستاره ديت دخلنا على اماكن شاور، الشاور دي بناخد فيها دوش ونلبس لبس الزياره، بعد كده العمال يدخلوا جوه المزرعه او المهندس او الزائر يبدا ياخد دوش تاني ويتعمل عليه معاملات تانيه، وبعد كده يدخل يقابل الفرخ. 22 كيلو في 6 كيلو متر حجم مساحة المشروع الخاص بالمدينة الداجنة في الواحات، يعني شيء مهول فعلا، محتاج مليارات لتنفيذ البنية الأساسية والطرق والكهرباء والمية وبيوت العاشة للفنيين والمهندسين والأطباء البيطريين. لكن النهاية السعيدة بتقول إن مدينة الدواجن فعلا لغاية النهاردة فيها أكبر مشروع للإنتاج الداجني عرفته مصر في تاريخها.